C'est là, à Sidi Balabès, qu'un vieux conteur qui venait de Jamalfna a raconté cette histoire que je vais vous raconter. Mais cette histoire a continué son chemin jusqu'au pays de Carthage. Et de Carthage, elle a traversé la mer jusqu'en France, où le monde a connu cette histoire. L'hikaya c'est l'histoire d'un oiseau au bec vert. Ou qui m'a gagné Kayet, Nibdan Gould, Anessi Mounis Siddiq, Wild Mohamed Wild El Hajj Ali, Kayne Li Goul Ali Araoui, ou Kayne Li Goul Gouwer. Kan Yama Kan, Fikdim Zman, Mabin Hipa Ossisan, ou Minkan Bnadem Wul Haisha. قال لك كانوا عايشين في امان والانس والجن كانوا ياخذوا لقطه الطير. قال لك كان واحد الراجل بخيل عليه وموله اسم كبير ومال كبير غير ربي. ذاك الراجل مولوع بالصيد والخيل. واحد النهار من النهارات قال انا مادامني بصحتي وعندي قاع حد المال والرزق علاه ما نقدرش للصيد؟ وعاد ذاك الحال غيبا الحال ركب على عوده وخرج من البلاد وبقى يدخل البلاد ويخرج البلاد يدخل البلاد اتمشى يا ابني عمي سبع ايام وسبع ليالي بلا ما يشوف وراح حتى وصل عند واحد الغابه كبيره قطعها واحد الوين كي وصل عند الغابه قال انا نقعد هنا نريح نتعافى ونتقود شويه وهو على هذا الحال حتى غلبه النوم وداه النعاس. الراجل غير رقد وحل عينيه حتى شاف طويل صغير شباب وزين وزين هنا يشبه زين والمنقار نتاعه اخضر. ذاك الراجل سكنه الوسواس وسكنه الشيطان وقال لنا علاه هذا الطويل ما نديهش ودير حق دير هاك وطار عليه ذاك الطويل يا ابني عمي غي طيره وقبضه وداره في وسط المزود وركب على العود ورجع للدار وقعد طريق هو يغني ويقول انا طويري فاز على الطيار انا طويري فاز على الطيار ما كسبوه لا تجار ولا غنيا كبار كي وصل البلاد حط الطويل في واحد القفص من الفضة والذهب وفرشة غير الصوف والحرير وبقى يبني عمي كل يوم يعطيه الماكلة غير تاع الأمراء والسلاطين وذاك الراجل يجمع عند الباب ويدير العمامة تاع التوتية يبقى يغني ويقول أنا طويري فزع على الضيار أنا طويري فزع على الطيار روح يا زمان وروح يا زمان روح يا زمان وروح يا زمان وذاك الراجل اللي برزقه وماله قال انا علاه ما نعاودش نولي للصيد بالك هاد المره نفكر طويل شباب
وزين اكثر من اللي عندي في القفص. وفي الليل شاع عند الطوير اللي موقع على الخضر وقال له غادي نغيب يا شهر يا شهرين، بالك غادي نفوت على بلادك الى عندك شي وصيه لاهلك ولا بني عمك راني هنا. الطوير شاف فيه مليح الحق وقال له ما عندي ما نوصي، لكن الى لقيت واحد من اهلي وبني عمي بلغ لهم السلام والتحيه وقول لهم راني بخير وعلى خير وما خصني حتى خصاص، راني عايش في واحد القفص ان الفضه والحرير وفراشي غير الصوف والحرير والماكله تاعي ماكله الامراء والسلاطين. قال له هذا مكان، قال له هذا مكان، وغيب على الحال ذاك الراجل ركب على العون وخرج من البلاد. يتمشى 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 يا ابني عمي سبع ايام وسبع ليالي حتى وصل عند الغابه الكبيره اللي قطعها الواد. كي وصل عند الواد كاين انا نقعد هنا عند الواد نتعرفى ناكل شويه ونريح والغدوه نكمل الطريق. وهو على هذا الحال حتى غلبه النعاس وداه النوم. غير فطن وحل عينيه حتى شاف طوير شباب وزين، وزين هنا يشبه زين والمقارن تاعه حر. كان يشوف وين يدز وانتق وقال له اسمع في بلادي نكسب طوير يشبهك في الزين. الطويل تفت وشاف فيه قال له هذا خويا، قال له ما عرفنا لا راه حي ولا ميت. قال له راه حي وبخير عليه وما خص حتى خصاص، وراه يبلغ لكم السلام والتحيه ويقول لكم راني عايش في قفص من الفضه والذهب وفراشي غير الصوف حرير والماكلة تاعي ماكلة الأمارة والسلاطين. هو يحكي له في ذي الكلام حتى يا ابني عمي صار اللي صار. الطويل اللي منقار أخضر طاح على الأرض ما بقى لا يتخبط لا يتحرك. الراجل غير شاف هذا المنظر ركبه خوف كبير وقال ضربك نخرج من الغابة درك يتهموني ويقولوا لي باللي انت اللي قتلت ولدنا. وركب على عوده وقعد يجري اول ليله للدار. كي وصل للدار ادخل حتى لقى الطوير اللي موقع اخضر على عوده يلعب. الطوير شاف فيه وقال له مالك سيدي وجهك مخطوف ياك ما شفت مقتول، وحكى له القصه بالتمام. وهو يحكي له في القصة نتاع الطويل اللي لقاه في الويل حتى يا ابني عمي صار اللي صار. الطويل اللي كان يلعب على عود القصبة طاح ميت ما يتحرك ما يتنفس. الصياد غير شاف هذا المنظر دخل القفص خرج الطويل وحطه على الأرض وبقى يبكي 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 بالدموع يا ابني عمي تجري وديان حتى الراس شاب. وفجأة قدرة رب العالمين الطوير طار غير طيارة وسكن في السماء. الراجل نزف تلفت وبقى يميز حتى انطق الطوير وقال لها يا الله يخلف عليك والله يخلف عليك ويكثر خيرك. قال له انت فمك قلت لي على الطريقه اللي نخرج من ذاك الحبس اللي طار. وحنا على هذا الحال الطويل سكن في السماء وبقى يغني ويقول وش قالت الناس زمان وش قالت الناس زمان وش قالت الناس زمان وش قالت الناس زمان. الطويل قال الطير يبقى غير الطير لو كان تفرش له
مئات فراش والحر يبقى غير حر لو كان يطيح في مئات كماش والطويل زردال الزيت المعصور من الزيتونة والفاهم راه يفهم ولد الطير لو كان الكلمة ما خرجت ميزونة يا الصديق ولد محمد خليها في ضمير الخير زاد الطويل قال اللي حكى حكاية الله يجزيه واللي سمع الحكاية الله يجزيه Je voudrais bien remercier tous les amis conteurs, conteuses qui ont venu de loin. Vous savez que c'est grâce à vous qu'on va aimer le conte. Ouais. Merci à vous.